السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أداة اسمها هوت جير، في جزء خاص بالألاين. يعني إيه؟ يعني أنا عندي مثلا تاج أهو، وتاج أهو، وتاج أهو، تيجان كتير هيت. ممكن أروح بقى للهوت جير وأقول له أنا عايز أرتبهم كلهم محاذاة ناحية الشمال أو ناحية السنتر أو ناحية، يعني تقدر ترتبهم زي ما أنت عايز، فهو أوتوماتيك يروح مرتبهم لك بالشكل ده. انا هعمل تراجع وهقول له سيلكت بريفيس، فيروح معلم على نفس الحاجات، واروح للهوت جير واقول له ده انا عايز ارتبهم مثلا بالشكل دوت، الاين ديستريبيوت، راعي المسافات اللي بينهم. تمام، يعني المسافه من هنا لهنا قد المسافه من هنا لهنا. طيب ممكن حتى ناخد ده معانا وده معانا. تمام، واقول له خلوهم كلهم في النص بالشكل دوت. تمام، فده بيفيد. ممكن يكون عندي كتابات كتيرة فهو يبدأ ان هو ينظمهم لي. تمام، طيب خلينا نشوف دوت اهو. ممكن بقى نيجي هنا على الهوت جير ونقول له مثلا احنا عايزين نعمل لهم المسافة بينهم. يبدأ ان هو يظبطها. طيب ممكن نقول له select previous ونقول له كله مثلا عايزين نعمل لهم ايه هنا، ده align select element horizontal to the point، بنحدد نقطة هو يبدأ يرتب عليها، او هنا align select element to the middle بالشكل ده. فمفيدة اللي عايز ينظم حاجات بدل ما ينظمها مانوال وتاخد وقت كتير، دي ترتبها له على طول ان شاء الله.